بس هنروح للفنان الجميل الاهلاوي العظيم ايهاب توفيق. الف الف مبروك يا ايهاب. الله يبارك فيك يا كابتن، يا ربنا يخليك. منورين كابتن ايمن شوقي وكابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن محمد يوسف، ازيك يا ايهاب؟ الله يخليك. نجوم الاهلي في كل الاوقات وفي كل العصور. مبروك عليك. مبروك ليك. الف الف مبروك. اتفرجت على الماتش فين النهارده؟ جمهور الاهلي. مبروك لشعب الاهلي. انا في لبنان والله، كنت بتفرج على الماتش مع بعض الاصدقاء هنا. طبعا مفيش بقى استاد ومفيش الفرحه اللي بتبقى واحنا موجودين في الاستاد، ولكن تابعت الماتش في احد الاماكن هنا في بيروت مع اصدقاء ليا من مصر ومن لبنان، كانوا قاعدين بنتفرج مع بعض على الماتش. شفت الماتش ازاي بقى؟ وقول لنا بقى انطباعاتك وانفعالاتك وايه اخبار الاجواء عندك؟ الاجواء عندي الناس كلها كانت قاعده بتشجع، وكل الناس كانت مبسوطه جدا، ويعني خدت معاه كل الجروب اللي الناس اللي كانوا قاعدين كله بقى بيشجع الاهلي. الاتجاه كله تشجيع اهلاوي صراحه. بطوله غاليه علينا جدا جدا، وكلنا كنا منتظرينها. رغم الظروف الصعبه، الحمد لله، رغم الظروف الصعبه والموضوع بتاع الكورونا اللي خلى اثنين او ثلاثه من اهم اللاعبين في الفتره الاخيره في النادي الاهلي بيانكو وكابتن وليد سليمان، ويعني الظروف اللي حصلت كانت قلقه الواحد شويه، ولكن الحمد لله في ابطال وحوش عوضوا اماكنهم، وكانوا يعني قد المسؤوليه، وكانوا عند حسن ظن جمهورهم بيهم. بعض الاوقات كان في شويه يعني مش عايز اقول هزات، ولكن الطبيعي في ماتش زي ماتش النهارده ده ان الواحد يبقى حذر زياده عن اللزوم عشان ما يستقبلش اهداف، وكانت الدنيا ماشيه كويس الحمد لله. قفشه ظبط لنا الوضع في اخر خمس دقائق الحمد لله. عملت ايه بقى؟ قول لي بعد الجول الثاني لقفشه في اخر مباراه. لا مش عايز اوصف لك بقى حاجه، يعني ما نكسبش نفسنا بقى برد الفعل الفظيع اللي احنا عملته في وسط المكان. خلي بالك احنا هنا في الاستوديو كلنا رقصنا. انا كاني في الاستاد. بص كابتن ايمن، انا بتعامل مع في اي مكان وانا بتفرج على الاهلي في الماتشات المهمه دي بالذات كاني قاعد في الاستاد. نفس الحماس ونفس الروح ونفس التشجيع ونفس الصوت العالي. مفيش فايده، ما بعرفش امسك نفسي يا جماعه، معلش سامحوني. والله كان نفسنا ان الجمهور يبقى حاضر دايما في المدرجات. ان شاء الله باذن الله، احنا عارفين انك دايما بتحضر في المباريات عشان تشجع النادي الاهلي. باذن الله قريب جدا جدا المدرجات تتملي تاني بالجماهير. قول لي بقى هتسمعنا ايه بقى النهارده بمناسبه الاحتفال الجميل ده؟ انا هقول يعني جزء من اغنيه الاهلي كيان، ويا ريت الاجاد بقى معانا يحضرها ويكملها معانا. طيب خلاص ماشي، يلا بينا. الاهلي ده نادي الكيان، جمهوره في كل مكان، يروح منين ما يروح، كمان اللي عامل للمنى يروح، لعيبه رجاله مش بس دق ولا، ولحد اخر يوم في عمري انت اربع حروف، اهلي اهلي أهلي أهلي أهلي. ألف ألف شكر لفناننا الجميل إيهاب توفيق، وألف مليون مبروك.